بره الاسوار داخل اسوار الجامعه بعد ما دمان كلها قفلت علينا وقعدوا يضربوا ويحدفوا علينا غاز مسيل، غاز مسيل للدموع اهوت. طلع ريحه اهو، ريحه طبعا شامين الريحه كلهم. قول قول داخليه ايه؟ يعملوا يعملوا داخليه داخليه اهو، نفس مشهد جامعه الازهر ولما قالوا للطلبه بلطجيه، المشهد الثاني ثانية عندنا قدام عينينا اهو يا شباب. شباب احنا مش بلطجيه، احنا بنطالب بحقنا، احنا بنعبر عن راينا والداخليه هي. فكروا بعقولكم شويه. السلطة مصرة ان هي تمارس غباءها، السلطة مصرة ان هي تمارس قمعها. السلطة بعد ما فضت المظاهرة اللي كانت عند مجلس الشورى اللي بتطالب بحذف مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين من الدستور، بتعترض بشدة على قانون منع التظاهر، مش حتى حق التظاهر. السلطة كمان امبارح قررت ان هي تقول لنا علنية كده انه الشرطة في ايدي، الجيش في ايدي، القضاء كمان هو في ايدي. الطالبات اللي تم اعتقالهم بسبب البلالين، احنا شايلين بلالين عليها شعارات رابعة، بعد ما اتضربوا واتسحلوا واتجرجروا في الشوارع امبارح، القضاء بيديهم 11 سنة سجن. ده كلام فارغ، ده كلام فيه قدر من قلة الأدب لا حدود لها. السلطة بتقل أدبها على المواطنين وعلى شعبها. السلطة اللي موجودة، حكومة الثورة المضادة بالقدار على رأسها عبد الفتاح السيسي، بتقول لنا بشكل واضح وصريح إنه انسوا قصة الثورة بقى، وانسوا قصة يناير، في قانون علشان مش كل اللي رايح واللي جاي يبقى عايز يعمل مظاهرة، مفيش مظاهرات أصلا هتحصل، لو عايز تعمل مظاهرة استأذني علشان تظهر ضدي. في ظل الهجمة الشرسة من الثورة المضادة على الحركة الطلابية، في ظل الهجمة الشرسة من الثورة المضادة على الجامعة، قوانين قانون الضبطية القضائية، بدأت الحكومة معانا بقانون الضبطية القضائية، ثانيا عودة الرغبة في عودة الحرس الجامعي، ورغم بقى بكل تطور الموقف، يعني في البداية قالوا إنه الداخلية مش هتدخل الجامعة غير بإذن من رئيس الجامعة أو من النيابة، بعد كده قالت الداخلية هتدخل الجامعة لو هي عايزة تخش الجامعة. ده كلام فارغ، وده رجوع لورا، واحنا مش هنرجع لورا قبل يناير نهائيا. مفيش واحد شارك في الثورة دي وحضر قبل يناير أو حتى ما حضرش اللي حصل قبل يناير هيوافق أبدا إن الدنيا ترجع قبل يناير على جثتنا. يعني ده أمر مفروغ منه، ولازم نبقى كلنا واعيين تماما للنقطة دي. لذلك امبارح زملاء كتير قرروا ان هم يتقدموا باستقالات جماعيه من مناصبهم في اتحادات الطلاب، لانه في النهايه كلنا عارفين ان اتحاد الطلاب ابدا عمره ما كان بديل عن الطلاب، ولا عمره هيكون بديل عن الطلاب، ولا حتى عمره بالشكل الحالي بتاعه ده هيكون حتى نقابه للطلاب. اتحاد الطلاب السلطه طول الوقت بتدفعه بناحيه ان هو يخدمها. اتحاد الطلاب 2012 2013 كان مثال للاتحاد اللي طول الوقت عامل ازمه للسلطه في دماغه. استقالاتنا هي استقالات جماعيه، استقالاتنا هي انذار واضح للسلطه، بنقول لها احنا موجودين، احنا قدمنا استقالاتنا، احنا مش هنتكلم بمناصبنا، احنا موجودين بين المناضلين على متاريس الثوره، واخدين مكاننا الصحيح على متاريس الثوره، عمرنا ما هنرجع خطوه لورا، وعمرنا ما هنخ، وعمرنا ما هنصطف مع اي عدو للثوره ديت في سبيل ان هو يحمي الامن او يدافع عن البلد او يكافح عودة الداخلية تاني مرة تانية للجامعة.
دلوقتي الوضع بقى فعلا مؤسف، ما قدامناش غير ان احنا نضرب، غير ان احنا نعتصم، غير ان احنا نفضل في المسيرات لحد ما اخواتنا ان شاء الله نقدر نطلعهم ونقدر نجيب قوه الطلاب اللي احنا دايما كنا ان احنا نديها ونفسنا نعملها. كمجرد ان هم راحوا يطلبوا بحقوقهم من الاداره، وحصل تعدي على الطلاب دي في يوم من الايام، ولما رحنا للاسف عشان نشوف نجيب لهم حقوقهم باي وسيله من الوسائل فوجئنا بمحاضر متلفقه للطلبه دي، وقلنا قعدنا مع العميد واتكلمنا ان احنا عايزين نحل وعايزين نحل وهات لنا الاليات نحل بيها ونحل بينا مع بعض ونمد ايدينا لبعض، لكن للاسف فوجئنا ان الطلبه بعدها بفتره تحولوا تحقيق، وبعد ما تحولوا تحقيق فوجئنا بفاصل يتراوح من اسبوعين لترم كامل للطلبه، والتشهير بالطلبه دي في الجرايد في الاعلام عشان لتبرير موقف الفصل ان هو طلبه اخوان. طب يعني انا ما اعتقدش ان في داعي يستدعي ان الطلبه تتفصل وتعطل لهم مسيره حياتهم ومسيره مستقبلهم كمجرد تعنت معاهم وتعنت بينهم وبين الاداره. احنا كنا ممكن بكل بساطه نحلها وتنفذ للطلبه مطالبها لان هم ما بيطلبوش بحاجه اكبر من حقهم. المطالب بتاعتنا اول حاجه طبعا ان الطلبه المفصوله دي ترجع ويكملوا مستقبلهم عادي. تاني حاجه ان احنا ينزل بعد اذنهم يعني اعتذار رسمي من الاداره على التشهير بالطلبه دي في الجرايد ان هم طلبه من طلاب الاخوان، لان الطلبه دي مش اخوان وكانت معانا من ايام 25 يناير وعدوا بينا مع المجلس العسكري وعدوا بينا ايام مرسي وعدوا بينا كل الـ يعني الموجات الثوريه اللي عدينا بيها مع بعض. ثالث حاجه يكون في سهوله ويسر شويه بين الاداره وبين الطلبه، وما يتعنتوش معاهم لما يكون في مطالب، يعني يا ريت يسمعوا. في طلبه ما تقدرش تدفع ال 50 جنيه بتاعت حذف الماده وما تقدرش تدفع في الساعه بتاعت السمر كورس 100 جنيه، فاحنا بنتمنى يعني ان يعني التساهل شويه الطلبه كلها.